أهلا وسهلا، نحن عائلة في جماعة برودرهوف. بس تعرفون مين هي جماعة برودرهوف؟ نحن مجموعة من العوائل والأطفال والأعزاب وكبار السن اللي يعيشون سوا حياة مسيحية مشتركة. فنحن نتقاسم أموالنا وممتلكاتنا ونحاول أن نعيش مثل حياة المسيحيين الأوائل كما هي موصوفة في الإنجيل في سفر أعمال الرسل. يوجد أكثر من 20 موقعا لجماعة برودرهوف في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وأمريكا الجنوبية. ودعوتنا هي أن نعيش حياة نخدم فيها الله وبعضنا بعضا ونخدمك أنت أخونا الإنسان. لقد صلى يسوع المسيح ليكون أتباعه واحدا، ونؤمن بأن هذا ممكن حدوثه فعلا لو كرس الناس أنفسهم لحياة المقاسمة والخدمات المتبادلة. طيب ما شكل الحياة في مجتمعات برودرهوف؟ أغلب مجتمعاتنا تشبه القرى الصغيرة، لكن بالمدن تتكون من بيوت متجاورة وكل عائلة عندها شقة خاصة وتشترك بالمطبخ مع العائلة المجاورة إلها. وتجتمع الجماعة كل يوم للصلاة أو الاجتماع أو لوجبة طعام مشتركة. ونجتمع أحيانا في القاعة أو في الهواء الطلق للاستمتاع بالطبيعة التي خلقها الله. ويداوم الأولاد في مدارس برودرهوف المسجلة رسميا في الدولة، ولدينا تعليمات دراسية حازمة. ونقدم أيضا توجيهات عن المهن الحرفية والمهارات العملية والترنيم والفنون واللعب والرياضة واختبار عالم الطبيعة. يشتغل الأخوة والأخوات في مطبخ المآدب المشتركة أو في المغسيل أو في المكاتب أو في المعمل، ولا يستلم أي فرد منا رواتب. ولجميع الأعمال القيمة نفسها. ولدينا أيضا أخويات صغيرة في المدن حيث لدى أفرادها وظائف، ويداوم هناك شبابنا في الجامعات أو المعاهد، ويقومون أيضا بإمداد يد المساعدة للمحتاجين هناك. ونحن دائما نرحب بالزوار. في بعض الزوار يزورونا كم ساعة، في بعض الزوار يبقون أيام لو أسابيع إذا كانوا مهتمين بأن يعيشوا الإنجيل في الحياة المسيحية المشتركة. فاتصلوا بينا واكتبوا لنا رسالة حتى نعرف أمتى راح تزورونا، ونتمنى نشوفكم عن قريب إن شاء الله. فأهلا وسهلا.